في وسط الأحداث اللي بتعيشها المنطقة كان في مشهد مهم وهو اجتماع وزراء الخارجية العرب. كان في هتقول لي اجتماع وزراء الخارجية العرب ده ايه المهم فيه؟ لا، كان في انجاز مهم تحقق، اعلن عنه ابو الغيط رئيس الجامعة العربية، امين العام للجامعة العربية، اعلن عنه النهاردة من القاهرة. حبيت ان كلكم تشاركوا العرب هذا المشهد. سيادة الرئيس، كلمة شكر أخيرة أوجهها إلى الإخوة في الإمارات العربية المتحدة، وبالذات إلى كل من معالي الوزير سمو الشيخ عبد الله بن زايد ومعالي الوزير دكتور أنور قرجاش على ما قدماه من مساهمة قيمة وكريمة في تحديث هذه القاعة العتيدة وتطويرها بالشكل الرائع الذي تبدو عليه اليوم. فكل الشكر لكم إخوتنا الأعزاء، وهذا عهدنا بكم دوما، ونتطلع إلى الاحتفال قريبا بافتتاح مبنى الملحق الذي نشيده بمنحة كريمة من جمهورية العراق. شكرا جزيلا. جاز مهم جدا للأمة العربية تحقق بقيادة الإمارات اللي جددت القاعة. أي تعريض وخلاص، لو ما عرضناش يجينا كورونا. بجد اعتراف مهم وحقيقي طالما أكدناه في هذا البرنامج. إحنا فين دلوقتي؟ فين دورنا كعرب بالأمس واليوم؟ فين دورنا وتواجدنا في حل أي مشكلة بتحصل؟ بنعمل إيه؟ نملك إيه؟ اسمع يوسف بن علوي وزير خارجية عمان قال إيه في هذا الاعتراف الصريح والصادم عن وضعنا كعرب. في الشان السوري لم تتدخل الدول العربية لأنها غير قادرة، وفي شأن العراق العرب لم يكونوا قادرين أن يشاركوا الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد حين. هذا كله من المؤثرات السلبية على الصورة العربية. ده وضعنا الحقيقي، ده وضعنا الحقيقي رغم كل الخيرات اللي ربنا فجرها من تحت رجلينا بدون جهد مننا ولا عمل. ثروة طائلة لم تحظى بها أمة من الأمم بلا عمل، ومع أننا أكتر ناس في العالم بنكدس أسلحة في المخازن إما لشراء الولايات أو إما لأخذ العمولات. أكبر كمية سلاح موجودة في العالم العربي، لكن لا زراعة بجد ولا صناعة بجد ولا تصنيع سلاح ولا تصنيع خرطوش، وقادة شرفاء يجلسون على العروش ترتبط عروشهم بكلمة أمريكا اللي مرتبطة بحبل سري مع الكيان الصهيوني. فما عندناش قدرة على حل أي مشكلة عندنا ولا أي تدخل ولا أي وقفة رجولية أو طفولية حتى. كل المشاكل اللي حدثت في الوطن العربي خلال العقود الأخيرة تم استدعاء أمريكا وآخرون، لأن إحنا لا نستطيع ولا نجرؤ ولا نملك إن إحنا نحل أي مشكلة. لا نستطيع ولا نملك ولا نقدر على حل أي مشكلة. ده وضعنا الحقيقي. وإن القادة العظام والشرفاء والعظمة لله وحده اللي بيجلسوا على الكراسي درش يتنفس، يتنفس نفس زيادة من غير موافقة أولي الأمر. وأولي الأمر مش في المنطقة، قادة زي الوحوش على شعوبهم وزي الإيه؟ زي الحمائم مع أعداء الأمة للأسف الشديد. كيف حلت أزمة اجتياح صدام للكويت؟ أمريكا تم استدعائها وهي اللي تدخلت. المشهد العربي كان مجرد ستارة، ومن يومها وقواعدها موجودة ومنتشرة في أرجاء الخليج، لأننا لا نستطيع ولا نملك حل مشاكلنا بنفسينا. بقول لك شوف كل السلاح ده وقال لك احنا ما قدرناش نتدخل في سوريا. احنا لا نملك ان احنا نتدخل، ما نقدرش نتدخل. هذه هي الحقيقة. النهاردة على ذكر سوريا بشار بيقلب التصريحات 180 درجة مع تركيا، بيعمل قطة
قطة. هوريك تصريحات بشار ومالها تركيا وعلاقتنا وطيدة واحنا ما عملنالهاش حاجة وما أذيناهاش وما سويناش. هذا العالم لا يعترف بالضعفاء. وحضراتكم عارفين انه المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، واحنا مفيش اضعف مننا. لم نستطع نحل أزمة سوريا اللي بشار بيقتل فيها شعبه بدعم روسي وإيراني ولا أي حاجة. كيف حلت أزمة ليبيا مع معمر القذافي؟ دلوقتي بيدعموا حفتر في قتل الشعب الليبي. للأسف كلام وزير خارجية سلطنة عمان أيا كان المقصود ده في ضميره صحيح صحيح، وده اللي اعترف بيه شيخ الازهر منذ برهة قصيرة، وصبت عليه اللعنات واطلقت عليه الزخات، زخات الرصاص من النظام المصري. لكن الحقيقة تبقى واضحة كالشمس. احنا حتى الان مش قادرين نصنع كاوتش سيارة. لا احدثك عن الاسلحة التي تباع لنا ليقتل بعضنا بعضا. نحن يا سيدي فاضل بنشتري الموت بفلوسنا. ويقول لك جددنا القاعة عم الغيط والإمارات دفعت الفلوس وألف ألف شكر. ده الإنجاز العربي الوحيد، ده الإنجاز العربي الوحيد. يعني يقول لك والربيع اللي عايز يخربها، لا كنتوا زرعينها يا واد، لا كنتوا زرعينها. يعني لو نحينا الخيانة جانبا والديكتاتورية جانبا والحكم الفاشي جانبا وحكم الفرد الواحد والعياذ بالله جانبا، لو نحينا كل ده جانبا، لو لم تكن من تهمة لزعيم ورا زعيم عربي غير تهمة الفشل، فكفى بيها تهمة ان هم يترموا في أكبر مزبلة للتاريخ. فشل ذريع ماليش فيه، أنا ماليش فيه. ما تقوليش أصل الظروف وأصل الحكايات وأصل الروايات، ماليش فيه يا راجل. ده انتوا في 48 لسه الكيان الصهيوني المغتصب لسه بويضة، اتلميتوا كلكم وبتاع كده ورجعتوا كلكم لابسين طرح، فيش حاجة خالص. الإنجاز العربي الوحيد هو الإمارات جددت القاعة. نكمل مع وزير خارجية عمان اللي قالك إحنا بائسين لدرجة إن العالم أصيب بالملل مننا، وهو صادق. اليوم ونحن نكتمل في مجلس الجامعة العربية الدورة 153، ماذا نقول فيما قدم وما تحدث؟ في طموحات أمتنا منذ 11 عاما، لقد تحولت إلى هذه الطموحات والتي رجونا تحقيقها إلى حالة من الدمار والفرقة، وبدأ أن نخرج من ضيق الحياة، فقد دخلنا إلى مرحلة صراعات الفئات وعصبيات الجاهلية الجديدة. وبدل أن نقيم التواصل الإيجابي مع دول وثقافات عالمية، فإذا بالعالم الحديث يصاب بالملل والضيق من تصرفاتنا بسبب فقدان قدرتنا على الشراكة العالمية الإيجابية. لولا السلاح اللي بيبحولنا، ولولا الاستنزاف الأخير، مصمصة الأخيرة لآخر ثرواتنا، إحنا عالة فعلا على العالة. قالك الناس زهقت مننا، وهي حقيقة. شوف مثلا لما بيدوروا على إنجازات لزعمائنا الكبار العرب، فأكبر إنجاز مثلا بيقدر يتقال إيه؟ والله هو عيشنا في سلام وأمن. وقد يبدو هذا العنوان للوهلة الأولى بس، مش للوهلة الثانية حتى، فيه شيء من الصح. لكن بقليل من التمعن تجد أن هذا السلام والأمن استدعى انبطاح تلو انبطاح تلو انبطاح. ما أنت كل شوية عايز سلام وأمن، يجوا البلطجية يقفوا على بابك، تديله إيه؟ تضحيله بحاجة، مرة تديله البقرة، مرة ياخد الزريبة، مرة تديله عيل من عيالك، مرة تفرط في مراتك عشان السلام والأمن. كل مرة بتفرط لازم تقدم للعصابة دي
اللي انت واقفة على بابك طول الوقت تقدم لهم فريسة تشبع جوعهم لحد ما يرجع لك من تاني. فهذا السلام والأمن الوهمي أو المزعوم يعني يقولك 30 سنة يكفي مبارك إن احنا كنا عايشين في سلام. شوف انت كنا فين وبقينا فين.